مرحب شهر الصوم مرحب. ضيف برنامج نجوم وأضواء ليوم الجمعة 24 أدار الشيخ السيد كيوان، منشد ديني بالإذاعة والتلفزيون والفضائيات المصرية والإسلامية. شهر الصوم مرحب، ليالك عادت في أمان. الشيخ السيد كيوان رح يتحدث عن مميزات شهر رمضان المبارك وأسئلة بتدور حول الصيام وشو هي المفطرات ورسالة إلى الأبناء. يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. فيكن تسمعوا برنامج نجوم وأضواء من إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز من خلال www.radiostars.com الساعة 12 الظهر بتوقيت لوس أنجلوس كاليفورنيا، والساعة 10 المساء بتوقيت بيروت لبنان. البرنامج من إعداد وتقديم الإعلامية اللبنانية هيام عبيد.